بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة الى معالي السيد بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة وقد عبر جلالته ايده الله في البرقية عن خالص تهانيه بمناسبة فوز معاليه بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء في بريطانيا متمنيا جلالته له التوفيق والنجاح لمواصله العمل نحو المزيد من التقدم والازدهار للمملكه المتحده وشعبها الصديق واشاد جلالته رعاه الله بالعلاقات التاريخيه والمتميزه التي تربط بين البلدين الصديقين وما تشهده على الدوام من تطور ونمو في العديد من المجالات